بناء مركزين حدوديين بريين الجزائر موريتانيا. تهدف الاتفاقية المبرمة ما بين الحكومتين الجزائرية والموريتانية في نواكشوط بتاريخ 8 نوفمبر 2017 لإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بين البلدين الشقيقين. إن إقامة معبر بري بين بلدينا يدخل في إطار تعزيز هذه الاستراتيجية الأمنية لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على التعاون الأمني ومكافحة الهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من الظواهر والمسلكيات التي تهدد الأمن المشترك للبلدين وللمنطقة بصفة عامة، فضلا عن الانعكاسات الإيجابية الهامة لها فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. والأمال معقودة على هذا المشروع الذي سيحقق حركة اقتصادية جديدة تستجيب للطموحات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، والتي سيكشفها حجم التبادلات التجارية الذي من شأنه أن يرفع مستوى التنمية في البلدين وخاصة في المناطق الحدودية لكل منهما، بل ستمتد على المدى المتوسط الأفاق التنموية المرتبطة بهذا المشروع إلى التأثير الإيجابي على اقتصاديات دول غرب إفريقيا، كما ستمتد على المدى البعيد إلى عموم دول إفريقيا الأخرى. كما سيسهم هذا المشروع في تمتين الانفتاح والتكامل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما روابط أخوية عميقة وعريقة، كما تجمعهما مواقف النضال المشترك في مقاومة المستعمر ومناصرة قضايا التحرر. هي هوايا افريقيا، 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 وتجسيدا لبنود هذه الاتفاقية المبرمة بين البلدين، سطرت الحكومة الجزائرية بالتشاور والتنسيق مع نظيرتها الموريتانية مخططا لتنفيذ هذا المشروع الحيوي على أرض الواقع، وذلك على مرحلتين. المرحلة الأولى وتتمثل في إنجاز معبر حدودي بالبناءات الجاهزة مع توفير كل الخدمات الضرورية لغرض الشروع السريع في تجسيد هذه الاتفاقية. المرحلة الثانية إنجاز معبر حدودي بكامل المواصفات الوظيفية والتقنية كما تظهر هذه التصاميم الهندسية والمحاكاة المعمارية التصورية التي أشرف عليها مهندسون لهم خبرة فنية وعلمية بالخصوصيات والقيم المعمارية في ثقافة البلدين والشعبين الشقيقين، لأن من أهداف هذا المشروع التي تنضاف إلى الأهداف السابقة الذكر هو هدف تسهيل التبادل العلمي والثقافي بين المناطق الحدودية في البلدين ذات التقاليد المتشابهة والمتكاملة. إن هذا التناظر الحاصل بين البنايتين اللتين يعلو كل منهما مجموعة الأعلام الوطنية للبلدين على كل عالم منها نجمة وهلال يجسدان رمزيا التكامل والتناظر السياسي والتنوع والتلاقح الثقافي. أما عن البعد المعماري الخاص بالجانب الجزائري،
فاعتمد التصميم على العناصر المعمارية المستوحاة من تمازج الطراز المرابطي مع التراث الأندلسي والتي يعبر عنها بالتداخل في الأحجام وبشكل الأقواس المتميز وبالدعامات القصيرة على الواجهات وباستعمال القرميد الأخضر والشبابيك وتيجان الأسطح واستعمال العدد الوتر في الفتوحات وإدماج الحدائق والأشجار بالبنايات. أما في الجانب الموريتاني فاعتمد التصميم على الاستحاء من التراث المعماري الموريتاني وخاصة منه رافديها الولاتي والشنقيطي اللذين يمزجان كل بطريقته بين الطراز المرابطي والتراث الإفريقي، حيث نجد ذلك في استعمال اللون الترابي الأحمر وفي البناء الحجري وفي الأحجام المتميزة والمتداخلة وفي أشكال أبوابه الهرمية وأشكال الزخارف وكذا أشكال أقواسه التي تحكي المقرنصات وفي تأطير شبابيك النوافذ باللون الأبيض الذي يعكس غلبة اللون الأحمر. أما عن وظيفية المدخل الشمالي من هذا المبنى فنلاحظ أنه يتفرع إلى مدخلين، مدخل لمركبات الوزن الثقيل وآخر لسيارات الوزن الخفيف، فتتجه الشاحنات أولا إلى موقفها المحدد ليقوم السائق بالإجراءات الإدارية لدى الشبابيك المخصصة في المبنى الرئيسي، ثم تتجه المركبات مباشرة بعد ذلك إلى الماسح الإلكتروني الذي يقوم بالفحص المادي للبضائع عبر الشاشة والتأكد من خلو الأحمال من الممنوعات، ويتم بعدها تسريح الشاحنة للعبور. بعد الفراغ من جميع الإجراءات تتوجه الشاحنات إلى البوابة الجنوبية للمرور إلى المركز الحدودي في الطرف الآخر عبر الطريق الرابط بين المعبرين. أما السيارات ذات الوزن الخفيف فتتجه إلى الموقف المعد لها بجوار مبنى مخصص لاستراحة المسافرين يحتوي على دورات مياه وقاعات مكيفة، بينما يتوجه سائق السيارة إلى شبابيك مبنى الإجراءات لاستظهار وثائق السفر لدى المصالح المتوزعة على مكاتب الاستقبال والمكلفة بتسهيل عملية العبور مع القيام بما يتوجب من تسجيل الوثائق والتأكد من خلو ما يعارضه. بعد الفراغ من جميع الإجراءات تتجه السيارات إلى البوابة الجنوبية للمرور إلى المركز الحدودي في الطرف الآخر. ومبنى الإجراءات هو المبنى الرئيسي في المعبر، ينقسم إلى جهتين منفصلتين إحداهما للخروج والآخر للدخول، ويتصل مبنى الإجراءات في طرفيه بجناحين، في كل جناح مبنى إداري أحدهما لإدارة الشرطة والآخر لإدارة الجمارك. أما الجانب الغربي من المركز الحدودي فهو مخصص لإسكان الموظفين ويحتوي على 6 سكنات في الطابق الأرضي من 5 غرف
وعلى جناحين أحدهما خاص بموظفي الجمارك والآخر خاص بموظفي الشرطة، ويحتوي كل جناح منهما على مراقد تتسع لستين فرد ومطعما يتسع لستين فردا مزودا بمطبخ بكامل التجهيز والعتاد، وعلى موقف لسيارات الموظفين يتسع لثلاثين سيارة، وعلى قاعة لنشاطات الترفيهية، وبجواره ملعب لممارسة الرياضات المختلفة مكسوب العشب الاصطناعي، كما يوجد في مخرج المعبر موقف للمركبات والسلع المحجوزة بمساحة 3000 متر مربع.